فساتين الأعراس في رحلة تاريخية، ومياه لبنان في معرض فني، ونشاطات للستيم بانكس في لندن. أهلا بكم إلى هذه الحلقة من آفاق. ولكن بداية من معرض خاص لثياب الزفاف من القرن 18 إلى يومنا هذا، أقيم في متحف فيكتوريا وألبرت في لندن. سهى زين الدين زارت هذا المعرض وقالت لي إن أكثر ما فاجأها هو أن فساتين الأعراس لم تكن دائما بيضاء، فمن هن النساء اللواتي جعلن هذه الفساتين بيضاء ومتى؟ فيكتوريا وألبرت أشهر ثنائي ملكي في تاريخ بريطانيا. أنا هنا في متحفهما في لندن، حيث يقام معرض خاص بملابس الزفاف منذ العهد الرومنطقي وحتى اليوم. تعالوا معي لنتعرف أكثر على هذا المعرض. لدى متحف فيكتوريا وألبرت مجموعة أزياء وأقمشة من الأفضل في العالم، ومن ضمنها مجموعة فساتين زفاف رائعة. هناك نحو 80 فستانا في هذا المعرض، لكن لدينا أكثر من 200 فستان في مجموعتنا. عندما نظرنا إلى المجموعة وجدنا حاجة لعرضها على الزائرين. فستان الزفاف هو دائما موضوع يحظى بشعبية. تساءلنا ماذا تقول هذه الفساتين، ولماذا ترتدي النساء دائما اللون الأبيض؟ استنتجت أنه ليست فساتين الزفاف كلها بيضاء. لا، لطالما كان هناك هذا الحوار بين اللون الأبيض وسائر الألوان. في القرنين 18 و19 كان الأبيض خيار النساء الثريات، فيما ارتدت النساء العاديات الفستان الملون، ذلك أن قلة منهن كانت قادرة على تحمل ثمن فستان في خزائنهن لن يرتدينه إلا مرة واحدة، فالأبيض غير عملي ويتلف بسرعة، لذلك كان خيار الغالبية الفستان الملون. ونحن نعرض فساتين بيضاء وأخرى ملونة لتوضيح هذه النقطة. في القرن 20 تغيرت الأوضاع وبات الأبيض الخيار السائد، فإذا قلت لامرأة فستان الزفاف أبيض لن تجادلك وتقول لا، لكن بعض النسوة من السباقات إلى الموضة قررن ارتداء أثواب زفاف ملونة، وتحديداً في عشرينيات القرن الماضي، حيث اللون اللؤلؤي الذهبي، الفضي، أقمشة الدانتيل، ألوان الباستيل كانت رائجة جداً. بعد الحرب العالمية بات لدينا حرية كبيرة في الاختيار. عاد المعرض للتو من جولة عالمية، بحيث جال على آسيا وأستراليا ونيوزيلندا وحتى الولايات المتحدة. لدينا أفراد هنا في لندن يعملون على هذا المشروع منذ 3 أعوام، وهذا المتحف يشتهر بعرض اللباس الرسمي الذي يهم الباحثين في تاريخ تطور الموضة. هل هناك من رداء قديم أعجبكم ولم تستحوذوا عليه في هذه المجموعة؟ أنا شخصياً سعيدة بما لدينا، لكن أدوينة إيرمان أرادت تضمين المعرض ثوب زفاف الملكة فيكتوريا، والذي هو ضمن المجموعة الملكية، ولكن الثوب في غاية الهشاشة الآن ولا يمكن تحريكه، لا سيما أنه جزء من تاريخنا الذي لا يمكن التفريط به. ما الفرق بين زفاف الأثرياء والعائلات المالكة وزفاف الإنسان العادي؟ إذا كنت فرداً من العائلة المالكة عليك أن تتخذي خيارات حذرة، لكنك تأخذين في الاعتبار الأمور نفسها. فكاثرين ميدلتون نظرت مع مصممة فستان زفافها سيرا بيرتون إلى كنيسة وستمنستر
إلى مكان الاحتفال، إلى النشاطات، نشاطات العروس، إلى سيارتها. حتى العرائس العاديات يأخذن هذه الأمور في الاعتبار. لا يمكن للواحدة ارتداء ثوب غير عملي. هناك خيارات يجب اتخاذها، هناك أيضاً التقاليد. فكاثرين ميدلتون ومصممة فستانها أخذتا في الاعتبار التقاليد الملكية. لكن هناك أيضاً التقاليد العائلية. هناك ضغوط كبيرة على الأمهات والجدات والقريبات، عليهن فعل أشياء بطريقة معينة. لكن في بريطانيا اليوم النساء هن من يدفعن ثمن فستان الزفاف وليس آباءهن، وأظن هذا يساعد في استقلالية خياراتهم. مصممو الأزياء ينظرون إلى الفساتين التاريخية، لا شك في ذلك. فالأزياء عموماً وفساتين الزفاف تتحكم بها الموضة. الأكثر رواجاً فيما يتعلق بالأقمشة المستخدمة هو الحرير، فهو فاخر ومميز. لكن في بعض الفترات كان المسلين الشفاف رائجاً جداً. لكن هناك دائماً العروس التي تريد فعل شيء مختلف قليلاً، وفستان الزفاف هو طريقتك للتعبير عن شخصيتك. فستان زفاف كيتي شيلينغفورد الذي صممه غاريث بيو لزفافها الأول عام 2011 هو المفضل لدي. وفي هذا التصميم نرى تأثير العواطف والصداقة بينهما. هلا أريتنا بعض ما تريه أكثر تميزاً في المعرض؟ نتوجه الآن إلى أقدم ثوب زفاف في المعرض، إنه فستان بلاط ترتديه العروس لتقديمها في زفافها إلى البلاط الملكي. تعكس الألوان الزاهية والأقمشة الفاخرة المكانة الاجتماعية للعروس. لا نعلم من ارتدت هذا الفستان، فلدينا عدد من العرائس المجهولات الهوية، ولكن ما نعلمه من خلال الزينة والكلفة أنها تابعة للبلاط بالتأكيد. هذا الفستان صممه نورمان هارتنال لمارغريت ويغام دوقة أرغايل، وارتدته في زفافها عام 1933. كان سلوكها فاضحاً بالنسبة إلى محيطها في ذلك الوقت، وغالباً ما كانت تظهر في الصحف الصفراء، وكانت وجهاً اجتماعياً. لدينا فستان دوقة كرومويل كاميلا باركر بولز الذي ارتدته في جلسة المباركة بعد زواجها من الأمير تشارلز. كما لدينا قطعة من مقتنيات الأميرة بياتريس ابنة الملكة فيكتوريا قبل زفافها، وهي قطعة صممت لها من أجل شهر العسل. ما أن ينتهي المعرض سنوضب كل الأثواب بعناية. يمكن لمن يرغب أن يأتي لرؤيتها في أرشيفنا في Cloth Workers Center في غرب لندن. يمكنك أخذ موعد للحضور ورؤية الأثواب. مياه لبنان تحولت إلى عمل فني في أحد معارض لندن. صور فوتوغرافية جسدت من خلال توزيعها ومحتواها أهمية المياه في حياتنا اليومية. هذا المعرض عن الأطفال، الماء، لبنان، الأشياء اللي بتضحكنا بتخلينا نكون مبسوطين وسعيدين.
I was looking for a pop-up shop and I've been wanting to cut. كنت أبحث عن مكان لعرض أعمالي التي عملت على فهرستها في السنوات الخمس الأخيرة. كان لي أصدقاء يرممون هذا المبنى وبدا مناسبا جدا للموضوع، فعرضوا علي استخدام هذه المساحة لإقامة معرض صوري. They said you can come in and use the space if you to put your show. Immensely because the building was. كان هذا المبنى مهجورا وفي حالة يرثى لها بعدما كان عبارة عن ملكية خاصة شغلها أصحابها لأكثر من 60 سنة. تم تنظيفه وأعطيناه لهانيا فقامت بعمل رائع، إذ أنها تمكنت من الاستفادة من مساحة صعبة جدا ووظفتها لخدمة فكرتها. بعض ما قامت به كان ملهما للغاية. الشلال شكل أحد أجمل وأصعب ما قامت به، كما أنها نجحت في استغلال المساحات الكبيرة رغم صعوبة ذلك، وذلك عبر اختيارها لصور بحجم متطابق مع المساحة. شكل السلم الحلزوني كان أول ما وقع عليه نظري عند دخول المكان، أغرمت به، وتولدت لدي في لحظتها فكرة تنظيم المعرض بالصور التي التقطتها في لبنان بلدي الأم. فكرت في موضوع الماء وكل الصور التي التقطتها في لبنان. And all the images that I captured in Lebanon. هالصور بتشوفها كل يوم بس ما بتشوفها بنفس العيون، هي بتفتح عيونك، بتفتح قلبك. بهيدا الوقت السيء يلي عم بنعيش فيه، الحرب، الموت، القتل، السياسة، وما في شيء، الناس عم تتجمع حواليه. هيدا الموضوع بيجمع الناس، بيجمع الناس لأنه كلنا متعودين نروح ناكل بالجبل جنب الماء، متعودين نروح على الكورنيش نفرج على الأطفال عم بيلعبوا، وهيدا الماء أساسياً بتجمع الناس. اخترت للمعرض اسم تيل، وهو اللون ما بين الأزرق والأخضر، وهكذا هي الصور التي التقطتها. فالصور كلها ترتبط بالماء، والمعرض كله يتناول دورة الحياة. فيما تصعد السلم الحلزوني تمر على الطابق الأول الذي جعلته عضوياً وطبيعياً بالكامل. يبدأ العرض في هذا الطابق من كورنيش بيروت مع مجموعة صور بعنوان الصبية يبقون صبية في الغرفة رقم 1، وفيها يظهر كم أن الصبية مفعمون بالحيوية والشباب، وجاءت الصور على خلفية زرقاء وخضراء. تعد هذه الصورة المحفزة وراء المعرض، فهي تلخص كل ما فيه. لقد منحتني دفعة في البداية ودخلت بها مسابقة الفن والموسيقى Point and Shoot التي تنظمها دار ساتشي. كانت من بين الصور الخمس التي بلغت النهائيات، وتم عرضها لدى الدار في ديسمبر الماضي. It's a very interesting theme in a certain way. Clearly, المعرض أشبه برحلة. موضوعه مثير جدا نظرا لما تعكسه الصور من سعادة، خصوصا أنها صور التقطت في لبنان. السعادة الملتقطة في الصور غالبا ما تتناقض مع واقع الحال في المكان. Opposition to some of the realities of the place.
ننتقل من الغرفة الأولى التي تمثل الكورنيش إلى الغرفة الثانية التي تنقلنا إلى الأرض، إلى تلال الجاهلية في الشوف بجبل لبنان. طليت جدران هذه الغرفة بألوان داكنة بهدف جعلك تختبر شعور أن تكون في غابات الشوف. نسمع خريراً مياه الشلالات وأنين الحشرات الذي يصم الأذان. مع انتقالك إلى الغرفة الثالثة تلاحظ أنك في الموقع الجغرافي الذي التقطت فيه صورة الصبية يبقون صبية رقم واحد. إنه الموقع الذي عدت إليه في كل مرة لالتقاط مزيد من الصور. هنا الصورة في فصل الشتاء، فيما الصبية يبقون صبية رقم واحد التقطت في الصيف. هناك في هذا الموقع عنصر جذب يعيدني إليه كل مرة بسبب الطاقة الموجودة في المياه، تقابلها الطاقة الموجودة لدى الصبية. هذه المساحة من المبنى كانت في الماضي مطبخاً، لذلك عندما رمم المكان تخلصنا من كل شيء واحتفظنا بصنبوري الماء كي نشير إلى المياه، كما تركنا أنبوب الصرف للإشارة إلى ضرورة إزالة النفايات من البحر المتوسط. أعتقد أنني في هذا المعرض لا أرى فقط بل أتذكر الماضي، فعندما تغلق عينيك تتذكر دفء الرمال الذي اختبرته في الطفولة، تتذكر صور الأمواج التي رأيتها في إجازة ماضية وصراخ الفرح في حوض السباحة. أعادني هذا المعرض إلى طفولتي. So basically, it really brought me back to my own childhood. So the second floor is predominantly. الطابق الثاني يركز على أحواض السباحة. أميل إلى الذهاب إلى المكان نفسه وتصويره عدة مرات في أيام مختلفة من العام. لقد أمضيت 3 إلى 4 ساعات قرب لوحة قفز، عادة ما يتسلقها الصبية في أيام الصيف ل3 أو 4 ساعات بشكل متواصل ويقفزون منها إلى الماء. تماماً كما الحال في صبية يبقون صبية واحد، تساءلت كيف يمكنني إظهار ذلك في المعرض وأظهر للمتفرج ما مررت به لتصوير هذه اللقطات. لذلك اخترت 30 صورة، أبقيت الغطاسين خارجها وجعلتهم متحركين وعرضتهم في الغرفة رقم 4، وهي غرفة كانت سابقاً حماماً. أبقيت فيها حوض الاستحمام واستخدمته في الصور المتحركة كي أعكس مغامرات هؤلاء الأولاد. And did the animation to show the echo of the adventure of these kids. وجود هالمعرض مهم كتير، خصوصا بهالأيام سيئة اللي عم تفوت عنا الحرب والموت وكل هالأشياء، لأنه بيعطي رسالة hope. Overall انه الاطفال راح تكون صار ما صار الطبيره راح تكون راح تضل هون وراح تجدد وراح تجيب جيل ثاني راح يكبر وراح يضلوا يعملوا نفس الشيء على الكورنيش وراح يضلوا يجيبوا هالامل للبلد. The last room is what in the. ننتقل إلى الغرفة رقم 5 حيث الواقع المعلق، وهي صورة مصنوعة من قماش PVC المطاط بحجم 4.5 أمتار، وضعتها مع حوض السباحة في المكان ذاته بهدف إظهار الصبية تحت الماء. هذا العمل يجب النظر إليه من منظار عين الطائر، وكان من الصعب جداً تجسيد ذلك في هذا المعرض، لذلك رفعت الأرضية قدر المستطاع ووضعت لوحة غطس كي تعطيك فكرة محددة عن المشهد كما هو في الواقع. ومع أنهم تحت الماء يبدو الأولاد في سكينة وسعادة. الأمر أشبه بموعد الذهاب إلى المنزل عندما يقول الأولاد لأهاليهم قفزة واحدة إضافية ونرحل، وتكون أطول قفزة لهم. الغرفة الأخيرة هي ما سميته في هندسة المكان بغرفة المحرك، وضعت بها صوراً التقطتها خارج مغارة جعيتا. إنها الصور التي يمكنك القول إنها ملأت المنزل بالماء، فهي تعني الطبيعة مقابل يد الإنسان. المغزى منها أنه في لبنان ثروة مائية كبيرة، لكنها تنقطع عدة مرات في النهار، وعليك أن تعمل يدوياً إلى تشغيل قابس الكهرباء كي تحصل على الماء،
وتنتهي بدفع مال إضافي مقابل ذلك. من المؤسف أن الماء يبدأ من أعالي قمم الجبال من المطر والثلج ويسير إلى البحر دون الاستفادة من هذا المورد المهم الذي نهدره. You know, it's such an important resource that we waste. إنها مجموعة متكاملة من الصور، كل واحدة منها تتمتع بشخصية مختلفة. كهذه هنا تتعلق بفرحة تقاسم اللحظات في الماء. الغرفة الثانية هي عن فرحة أن يكون المرء وحيداً في الماء. حوض السباحة يتعلق بتوليد الفقاقيع تحت الماء. كل غرفة تولد مشاعر وأحاسيس مختلفة. القاسم المشترك بينها جميعاً أنها ترفع المعنويات وتفرحك فتخرج من هنا وأنت تشعر بحال أفضل. والرسالة من ذلك مفادها أنه عليك أن تنظر إلى الأعلى وإلى الأمام خلال دورة الحياة المتمثلة في هذا المعرض. إحياء لنشاطات الستيم بانكس في بعض حانات لندن، وهم مجموعة من الأشخاص الذين يجمعون ما بين الخيال العلمي ودخول الآلة في حياة وجسد الإنسان وعادات وتقاليد العصر الفيكتوري في بريطانيا. هذه السنة الثالثة التي نقيم فيها هذه الفعاليات، وهي مهرجان ساري ستيم بانكس. وستيم بانكس هي حركة تحيي عادات وأساليب فنية من أزياء وموسيقى وتراث تعود إلى العصر الفيكتوري، ممزوجة بنوع من الخيال العلمي المرتبط بعصر الآلة البخارية. تشبه حركة البريرافاليات بأنها ليست عروضا موسيقية فقط، وإنما تشتمل على الفن والأدب، فهي كالمسرح الذي يقدم عروضا من مجالات عديدة ومتنوعة وأشياء تستند إلى الخيال العلمي الفيكتوري، كالأعمال التي قدمها كل من إتش جي ويلز وجولز فيرن. قائمة النشاطات طويلة، فمن بين نشاطاتنا سباق الخطى كاستوم سترايد ريسينج، وسباق الحلزون، سباق بين حلزون حي وطبيعي وسباق الحلزون الآلي، وسباق المناطيد المصغرة، ولدينا عزف موسيقي وقراءة كتب وتوقيع كتب، ولدينا أيضا سوق لمبيعات ستيم بانك، وهو يحتوي على مجموعة من الصناعات اليدوية والمقتنيات الكلاسيكية. ونقيم كذلك مبارزة الشاي، وهي إحدى المسابقات الرياضية الفيكتورية المفضلة، حيث تأخذ قطعة من البسكويت وتقوم بغمسها في كأس من الشاي الحار لمدة 5 ثوان، ثم ترفعها، وعندها تكون قطعة البسكويت طبعا على وشك السقوط. المتسابق الذي يحتفظ بقطعة البسكويت لمدة أطول ويأكلها كاملة في النهاية يكون هو الفائز. Is the non-such. Well done, Lady Sarah. Oh. شاركت مرات عدة في مبارزة الشاي من قبل. بدأت هذه المسابقة كمزحة قبل بضع سنوات، وفي الحقيقة لدى ستيم بانكس أنشطة هادئة ولا عنف فيها. فبدلاً من المبارزة بالسيوف والمسدسات، نقوم بالمبارزة بالشاي. نحن نتنافس عن طريق غمس الكعكة بالشاي. قواعد المبارزة هي أن الفائز هو من يضع الكعكة أخيراً في فمه قبل أن تتفتت، فإذا سقطت قطعة الكعك على حضنك أو على الطاولة أو على وجهك، هذا يعني أنك خسرت. لكن إذا نجحت بإدخال كل القطعة في فمك، وهو ما يسمى القضمة النظيفة، فهذا يعني أنك فزت. أردت أن أخلق شيئاً يكون محلياً ومقره جنوب لندن، ويشجع الناس على المجيء لممارسة الأشياء التي يحبونها.
فعلى سبيل المثال لدينا أنشطة عفوية لم أسمع عنها من قبل، فقد يأتي أحدهم ويقول أنا أستطيع فعل هذا الشيء الجديد. مثلا أتى شخص وقال أنا لدي فكرة ضحك اليوغا، وهو نشاط أنا شخصيا لم أسمع به من قبل، وكان عندنا متسع لهذا النشاط ووافقنا عليه وقلنا حسنا أرنا بعضا من ضحك اليوغا هذا. وفي النهاية تعلمت مجموعة من الحضور كيف يقومون بذلك. شاركت للتو في مسابقة ليمبو مرتدية المشد. قمنا بالمرور من تحت حبل ونحن نرتدي المشدات. لم يكن سهلا القيام بذلك لأنه يصعب عليك التنفس ويجب عليك الانحناء كثيرا، ولكنني فزت. قررت الاشتراك بهذه المسابقة للمتعة والتسلية فقط، وكان لقاء الآخرين هنا ممتعا كذلك. شاركت للمرة الأولى بمسابقة ليمبو عندما كان عمري 7 سنوات وكانت للمراهنة. راهنني أحدهم على 20 جنيها استرلينيا. لم يستطع الانحناء إلى الارتفاع المحدد وذلك مكنني من الفوز. لفتاة في 7 من عمرها 20 جنيها كانت بمثابة 100 جنيه في ذلك الوقت. حلقة أفاق لهذا الأسبوع انتهت. انتظرونا الأسبوع القادم في موضوع خاص عن المراوح، المروحة للإثارة أو للدعاية من متحف خاص للمراوح، بالإضافة إلى مقابلة خاصة مع الفنانة فرح سراج من مهرجان ليفربول للثقافة العربية، وجولة في متحف ديتشلينغ المرشح لنهائيات أفضل متحف للعام 2014. تابعوا المزيد على صفحة البرنامج على فيسبوك facebook.com/bbcarabic أفاق، وتابعونا على تويتر @bbc_أفاق. إلى أن نلتقي مجددا، لكم مني ومن فريق الإعداد أطيب التمنيات. إلى اللقاء.